بحب ابص لعينيك يا ابني. الخيانه ما تبقاش خيانه الا لو الست عرفت. قال لي هو انت كنت مركز مع مراتي ليه؟ هي دايما كانت تقول ان قلوب الرجاله عامله زي الصناديق المقفول. وعهد الله ما هعمل كده تاني. ما انت عارف ان انا ماليش في الحاجات دي. انا بقيتش عايزه منك اي حاجه. انا كل الكلام عني كلام الليل والصبح وكل الاوقات. يعني لو الست هي اللي بتخون جوزها وجوزها ما يعرفش عادي برضه؟ انا مش هنفضها سيره يا ضحي. انا اللي كنت بتجسس على مرات الراجل اللي لاحق يكتفي من خيره.